الحمد الخضار وفرسته والفاكهه وفرستها، وجبت الحاجات الاساسيه. لسه في لبن، هنحتاج لبن، هنحتاج توابل تاني زي ما قلت لكم، اجبان عشان السحور، حاجات بيض. كرتونه البيض دلوقتي ب 116، انا سالت على كرتونه البيض بس ما جبتهاش، لان انا هجيبها دلوقتي ليه؟ انا الحاجات اللي هي تنفع تيجي بجيبها، والحاجات اللي تتاجل اجلتها. يعني البيض مش هجيبه قبل رمضان ب 25 يوم بيض، لا انا هجيبه قبل رمضان باسبوع مع حاجه التلاجة.